ينفع كلنا نبقى طالعين مرضيين من ماتش مصر والجزائر؟ لا طبعا ما ينفعش، لازم نحط شويه سبايسي كده، نحط شويه سبايسي على تدخل محمد الشناوي على بغداد منجاح. لا ده محمد الشناوي تعمد ايذاء بغداد، لا محمد الشناوي دخل على بغداد دخله غير انسانيه، لا تعالى تعالى تعالى، ده هدف مصر اساسا غير صحيح في الجزائر، الكره طلعت بره، الكره كانت لازم ان هي الفار يعيدها، الفار بس ما. نتكلم بالعقل وبالمنطق، هل الكره طلعت بره؟ اه طلعت بره، بس انا ما شفتهاش غير مره واحده، ولما في ناس كتير بدات تقول لك لا الكره دي كانت بره، الكره دي طلعت بره، بدانا نروح ونشوف الكره، الكره فعلا طلعت بره، والكره تخطت الخط، بس الكره بتاع الحكم، بتاع حكم الراي، مش بتاع الفار، الفار ملوش دعوه بحته الكور الركنيه، الحاجات دي بتاع حكم المساعد على فكره، الفار ملوش علاقه باي حاجه خالص. يعني حتى لو اي حد قاعد يقول لك يعيد وما يعيش، لا الفار ملوش دعوه بالحالات دي خالص، حتى لو هد لو اثر في الهدف او اي حاجه، بس الفار ملوش علاقه بالكور بتاع مساعد الحكم، الفار ليه علاقه بالكور اللي بتخص حكم الساحه او حكم الملعب، يعني الفار ملوش علاقه بموضوع الهدف بتاع مصر. ماشي ممكن يكون الكوره طلعت، اتفق معاك يا معلم ان هي طلعت. بص هاري ماجواير قفش في سيزر اسبليكويتا في الست ياردة في ملعب اولد ترافورد ماتش مانشستر يونايتد وتشيلسي، والكره كانت باينه ان هي ضربه جزاء وفيها طرد في وجود الفار، ما اتحسبتش ما اتحسبتش. الطرد اللي كان يستحقه جيمس ميلنر في ماتش مانشستر سيتي وليفربول ما اتطردش. الطرد اللي في الماتش اللي فات بتاع ماتش ايفرتون وارسنال ما اتطردش. الغلطات التحكيميه مكمله معانا في الكوره، فاخدها كده بصدر رحب واعرف ان احنا عايشين في عالم كره قدم مجنون، عالم كره القدم مش لازم واحد زائد واحد يساوي اثنين، الكوره طلعت يبقى لا لا الفار يعيد، لا عادي بتعدي الحاجات دي بتعدي والحاجات دي بتمشي، بس موضوع اصابه بغداد بنجاح اللي بنتمنى له كل السلامه وبنتمنى له ان ربنا يقومه بالسلامه، علشان انا عن نفسي ما كنتش عارف ان بغداد اصيب بارتجاج في المخ بعد تدخل محمد الشناوي، فالف سلام على بغداد بنجاح، وعيب قوي لما يتقال ان محمد الشناوي قصد ان هو يصيب بغداد بنجاح، لان الكوره اي حد لعب كوره لو انت بتلعب انت واصحابك انت مش ضامن مع احترامي انك تطلع من الملعب سليم حتى لو بتلعب مع اصحابك، لان الكوره فيها تدخلات غشيمه، ممكن في لحظه من اللحظات تلاقي نفسك عملت تدخل غريب على صاحبك، تلاقي ان انت عورته، تلاقي ان هو عورك، هي الكوره كده وتعودنا عليها ان هي كده وحبيناها وهي كده. محمد الشناوي طلع خد الكره ضرب الكره بالبوكس صدره، هو اللي بغداد بنجاح خبط في صدره، يعني محمد الشناوي ما عطاش لكمه بغداد بنجاح زي ما الناس بتتكلم، محمد الشناوي طلع لكم الكوره، بغداد بنجاح دخل في صدر محمد الشناوي، فمعلش بس اللي بيقول لك ضربه وما لا هو محمد طلع على الكوره، بغداد رد الفعل ودخل في الشناوي، المشكله ان هو وقع على دماغه، فالمشكله دي لا تخص محمد الشناوي، محمد الشناوي طلع عليها عادي جدا. يا جماعه نرتقي شويه نرتقي شويه، هدف مصر غير صحيح؟ اه غير صحيح، لما رجعنا للعبه شفناها غير صحيح. حتى لو قلنا ان هي غير صحيح انا مش هطلع اكسب بونت عليك، مش هطلع اقول لك يا راي مصري على كره طلعت ولا لا، ما تطلع. هل الحكم هيعيدها؟ الحكم مش هيعيدها. انا عن نفسي كنا بنلعب في دوري 2008 الاسبوع اللي قبل اللي فات، وكان بيلعب حكم ساحه اول مره يمسك صفاره، والكوره خبطت فيه ومشيت ودخل الجون، واحنا اساسا ما انتبهناش ان الكوره خبطت فيه وكان مفترض يعمل اسقاط الا بعد ما الكوره ما جت جون ولبسنا يا باشا. فانت بتتكلم على اخطاء التحكيم، الحاجات دي عايشه معانا، حتى لو في فار، حتى لو في فيديو كونفرنس وقاعدين نعيد في 7000 لقطه برضه في حكام هتغلط، فخليك روح كده يا معلم واعرف ان هي بطوله وديه، يعني الموضوع مش محتاج كل الافوار دي يا اسطى، الموضوع سهل كده وكلها بيتها، ونحبك الفيديو كلها ببيتها برضه ممكن تعمل لايك، لو ما عجبكش فبراحتك بقى روح خش على جو الشحن والكلام الحلو ده بيجيب جدا صريخ مشاهدات خلي بالك، بس ده جو رخيص ما بحبوش.